بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق اللغة الإنجليزية، طالبة الصف الثالث الثانوي، تحل لي أنت بنفسك الأسئلة بتاعت كتاب جيم. الأول تحل بإيديك وبعد كده تسمع الشرح، حتى لو أنت متأكد أن كل الإجابات بتاعتك صح، من فضلك اسمع الشرح، لأن الشرح مهم جدا. هتلاقي نفسك بتأكد على معلومة أو بتضيف معلومة. الشيء الثاني، أنك أنتوا حضراتكم أي حاجة يكتبونها في التعليقات، وإحنا إن شاء الله هنراعي معاكم بإذن الله. هنبدأ بقى معاكم من بيج 76 صف 76، نمبر 1. I didn't know. didn't know دي زمانها ايه؟ ماضي بسيط. الماضي البسيط ده دايما بينادي على مين؟ على الماضي التام. فبنقول I didn't know why he spaces his old car. الماضي التام ده بيتكون من ايه؟ من had والتصريف الثالث الفعل اللي هو رقم ايه؟ بي. خاصة ان الماضي التام بيبقى اقدم حدوثا من الماضي البسيط، فبيع السيارة اقدم من عدم ايه؟ معرفته. نمبر 2، after I space enough money I bought the car. يعني بعد ما حوشت، بعد ما ادخرت مالا كافيا اشتريت سيارة. after يجي بعديها ماضي تام، والماضي التام يعني هاد وتصرف تلات الفعل برقم A. نمبر 3، as soon as he saw the thief he space him. يعني بمجرد ما شاف اللص he space him. ممكن حضرتك تحط لي خط تحت سو؟ أنا قلت لحضرتك القاعدة إن الروابط اللي يجي بعديها ماضي تام، لو جه بعديها ماضي بسيط فإن الفعل الآخر يكون رد عليه ماضي بسيط. الله ينور عليك، ريكوجنايز. نقولها لك كمان مرة، حاضر. نقول لك الروابط اللي هي من المفترض إن يجي بعدها ماضي تام، يعني as soon as دي من المفترض إن يجي بعدها ماضي تام، after دي المفروض إن يجي بعدها ماضي تام. طب أنت لو لقيت بعدها ماضي بسيط خد التاني ماضي بسيط هو كمان. نمبر 4، علي didn't go out يعني علي لم يخرج، he had phoned his friend حتى اتصل بصديقه. مش احنا قلنا ماضي بسيط till until ماضي تام مثبت، ماضي بسيط منفي till until ماضي تام مثبت، يبقى رقم C اللي هي A until. نمبر 5، we spaced the station by 5 o'clock yesterday. يعني احنا وصلنا المحطة بحلول الساعة الخامسة بالأمس. بحلول يبقى باي، لان باي زائد مده في الماضي بتدل على هاد وتصرف تلات الفعل، يبقى هاد ريتشد اللي رقم A. نمبر 6، I arrived at the bus station late yesterday. يعني انا وصلت في محطه الاتوبيس متاخر بالامس. When I got there، عندما وصلت هناك ماي باص الاتوبيس بتاعي حصل له ايه؟ هاد ليفت اللي رقم B. تمام. 7، his homework before the match started. يعني هل ياسر انهى واجبه؟ هل ياسر انهى واجبه قبل ما المباراة تبدأ؟ before يجي بعدها ماضي بسيط، يبقى التاني يبقى ماضي تام، يبقى ناخد رقم دي had ياسر finished. number 8، they space out very late the night before so they couldn't get up in the morning. خلي بالك، يعني يقول يا جماعة انهم سهروا متأخرين الليلة الماضية ولذلك لم يستطيعوا ان يستيقظوا مبكرا في الصباح. يبقى هنا في فعل اقدم من فعل، اللي هو السهر أقدم حدوثا من الاستيقاظ، وبالتالي الفعل الأقدم حدوثا هيبقى ماضي تام اللي هو had a had stayed. number 9، I had looked at lots of shirts. يعني بصيت أو نظرت لكثير من القمصان. I found one I really liked، وحتى وجدت ما أحببته. مش هنا يا جماعة مين في دول اللي بيجي بعدها ماضي بسيط؟ مين في دول؟ before، لأن التاني ماضي تام. هتقول لي since بيجي بعدها ماضي بسيط، بس التاني يبقى إيه؟ يبقى مضارع تام. نمبر 10، the team were sad because they spaced the tournament. يعني الفريق كان حزينا، ليه؟ لأنهم خسروا الدوري. مش احنا قلنا ماضي بسيط because ماضي تام، ماضي تام يعني ايه؟ يعني هاد وتصرف ثالث الفعل، وبالتالي ناخد رقم B اللي had lost. 78، checkpoint 5، number 1، by the time I got to the stadium. by the time I got to the stadium، جوت ديت ماضي بسيط، they space 14 minutes. يعني انهم كانوا بيلعبوا بقالهم ايه؟ بقالهم 10 دقائق. طيب هناخد ايه يا جماعه؟ حط لي خط تحت 4 كده. طالما لقيت 4 او سينس او اول او هول وبعدين مده زمنيه، يبقى ناخد اللي فيه اي ان جي، يبقى هناخد هاد اوريدي بين بلاينج اللي رقم ايه؟ رقم سي. ركز الله يكرمك. How long is best English before she went to London? She went before she went. يبقى انا هناخد ايه يا جماعه؟ هناخد الثاني ماضي تام مستمر، يبقى had she been learning اللي رقم B. Number 3، he's best for Lisa.
انور، خلي بالك فور للزان انور، يعني اقل من ايه؟ من ساعه، مش هنا فور وبعدها مده زمنيه، يبقى تدل على ايه؟ على الماضي التام المستمر، يعني هاد بين والفعل مضاف له ان جي، يبقى هاد بين درايفنج، هو اللي جاب تقول ايه؟ وين هي ران اوت اوف بترول، يعني عندما نفذ منه الايه؟ البترول. نمبر فور، زي وير فيري تايرد ان ذا مورنينج ان ذا ايفنينج، يعني كانوا متعبين في المساء. Because they space on the farm all day. مش احنا كده قلنا كلمة all بعدها مدة اللي هي day، يبقى هنا هناخد ماضي تام مستمر اللي رقم C اللي had been helping. Number five, I space all day so I wasn't tired and visited my friend at night. مش كلمة all زائد مدة بتدل على ايه؟ على الاستمرار، وبالتالي هناخد ايه؟ هناخد ماضي تام مستمر، يبقى hadn't been working اللي رقم A. Number six, they space all day so their legs were sore، يعني متعبة in the evening. مش يا جماعة كلمة all زائد مدة دل على ايه؟ على الماضي التام المستمر، لو بتكون من ايه؟ من had been والفعل مضاف له ing، يبقى الإجابة رقم D had been cycling. Number seven, they space for over an hour before Sammy arrived. They space for an hour، هنا كده for over an hour، يبقى هنا for زائد مدة دل على الماضي التام المستمر، لو بتكون من ايه؟ من had been والفعل مضاف له ان جي، يبقى الاجابه رقم بي had been talking. Number 8, my father is based a teacher at university for more than 30 years before he retired. يعني والدي كان معلم في الجامعه بقاله 30 سنه قبل ما يتقاعد. فواحد يقول والله هنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم had been being. نقول له اجابتك خطا كبير قوي. ليه؟ لان اصل بي في المعلوم من افعال الحاله، وبالتالي ما بنحطلوش اي ان ايه؟ اي ان جي، فبنستخدم دايما البديل. ايه هو البديل بتاع الماضي التام المستمر؟ الماضي التام، يبقى ناخد هاد بين اللي رقم بي. نمبر 9، ذا جاردن لوكد بيوتيفول بيكوز وي سبيس هارد ان ات اول ويك اند. اه ده كلمه اول جاي بعدها ويك اند، يعني اول زائد مده، يبقى ندل على في اي ان جي، يبقى ناخد رقم C had been working. طب تعالوا نشوفوا general exercise on page 79. Number 1, she is based all her homework by 10 o'clock so she left some for later. نقول انها ما كانتش عملت كل الواجب بتاعها بحلول الساعة 10، ولذلك سابت بعض حاجات تانية لفيما بعد واخر. ايه رايكم في كلمه اول هنا يا جماعه؟ دل على التام ولا التام المستمر؟ لا دل على التام. ليه؟ لان هنا بتشير لكميه، هي بتدل على المستمر لو كانت اول بعدها مده، يبقى ناخد رقم بي hadn't done. نمبر 2، I space for my watch for ages when Mazen found it، يعني بقول كنت ابحث عن الساعه بتاعتي لوقت طويل، يعني عندك هنا فور اهي بعدها مده، يبقى ناخد اللي فيه ing، يبقى had been looking. Number 3, it was dark and cold، يعني الجو كان مظلم وبارد. At one moment he thought that he is based his way، يعني انه فقد طريقه. الفعل لوز دي من الافعال القصيره اللي هي ما ينفعش نحط لها اي ان جي، الافعال التي تستغرق في حدوثها فتره قصيره، فما ينفعش نحط لها اي ان جي، وبالتالي هناخد had lost اللي هي ايه؟ رقم C. وخلي بالك دايما كده ركز مع الماضي البسيط، هتجيب لي ماضي تام او ماضي تام مستمر، وتبقى عارف امتى تاخد ماضي تام وامتى تاخد ماضي تام مستمر. نمبر 4، the day she agreed to marry him was the happiest day، يعني اليوم اللي هي وافقت انها تتزوجه كان اسعد يوم. his base in his life، هو قضى في حياته. طب يا جماعه دلوقتي الفعل المستخدم اللي هو had، صح؟ فالفعل ده هو بمعنى يملك، ما ينفعش نحط له ايه؟ ما ينفعش نحط له اي ان جي. وكمان هنا عندنا اجريد ماضي بسيط، فالماضي البسيط بينادي على مين؟ بينادي على الماضي التام او الماضي التام المستمر، وبالتالي هناخد رقم بي هاد ايفر هاد. نمبر 5، I space my course when I applied for the job، يعني كنت بالفعل خلصت الكورس بتاعي عندما تقدمت للوظيفه، يبقى الاجابه هاد اوريدي فينيشد، لان كلمه already بتستخدم برضو مع الماضي التام وتيجي بين هاد والصفه بتاعت الفعل لما يبقى فعل اقدم من فعل خلصت وبعد كده تقدم. نمبر 6، she is based in for 2 hours so she had a shower. خلي بالك احنا عندنا كلمه for 2 hours دي دل على الاستمرار،
ومعنى الجملة على بعضيها إن هي كانت بتلعب تنس بقالها ساعتين عندما خدت ثم أو لذلك خدت دوش، يبقى هاد بين بلاينج لرقم بين. نمبر 7، هي فيلت ذات هيز بيز ذا كويستشن رونج، هو شعر إنه أجاب على السؤال بشكل خطأ، هو شعر إنه أجاب، يبقى في فعل أقدم من فعل، الشعور أقدم منه الإجابة، يبقى هنا يا جماعة يبقى ماضي تام، يبقى هاد أنسر لرقم دي. نمبر 8، مام هاد بين كوكينج ذا فود فور 2 اورز، يعني امي بتطهو بقالها ساعتين. وين ذا جيستس، عندما الضيوف، هنا يا جماعه هنا وين هيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي بسيط، يبقى هناخد ارايف اللي رقم ايه. نمبر 9، افري وان از بيس ا نايس تايم فور ان اور، يعني كل واحد كان بيقضي وقتا سعيدا. بيفور ذا لايت وينت اوت، قبل ما ينطفي الايه النور، حط لي خط كده فور ان اور، الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى had been having اللي رقم دي. واحد يعترض يقول لي يا استاذ هي هاف ينفع نحط لها اي ان جي؟ نقول لك ايوه، اذا ما كانش معناها يمتلك، يعني هاف بمعنى مثلا يقضي زي هنا يحط لها اي ان جي، هاف بمعنى يتناول اي اشرب نحط لها اي ان جي عادي خالص. نمبر 10، اي هاد بين شوبينج فور 2 اورز وين اي ميت ماي فريند هوم اي سبيس فور ايجز، يعني بيقول يا جماعه ان انا كنت بتسوق بقالي ساعتين لما قابلت صديقي اللي ما قابلتوش بقالي ايه عصور، يبقى هادنت سين اللي رقم ايه. طبعا سي تعتبر من الحواس، ما ينفعش نحط لها ايه، ما ينفعش نحط لها اي ان جي. طيب يا جماعه 11، وين شي ارايف، يعني عندما وصلت. اي واز بريتي فيد اب، فيد اب يعني متضايق. بيكوز اي سبيس سينس 8 كلوك، لان انا كنت منتظر من الساعه 8، مش ادانا كلمة سينس وادانا بعدها مدة؟ ايوه، يبقى هنا ايه؟ دل على الاستمرار، يبقى هناخد ايه؟ had been waiting لرقم ايه؟ 12، she spaced very well for weeks before she went to hospital، يعني ما كانتش بتشعر انها كويسة لمدة اسابيع قبل ما تذهب الى المستشفى. يا ترى هناخد ايه؟ واحد يقول لي ناخد رقم بي، نقول له صفر مربع. ليه؟ لان انا قلت لك كتير ان بي من افعال الحاله اللي ما ينفعش في المعلومه نحط له اي ان ايه، اي ان جي، فناخد رقم سي هادنت بي. ناخد البديل دايما في الافعال دي، ناخد البديل، بديل الماضي التام المستمر هو الماضي التام. نمبر 13، ذا تشيلدرن هاد بين بلاينج هابيلي، يعني الاطفال كانوا يلعبون بسعاده. One of them started crying، عندما واحد منهم بدأ يصرخ. طيب مين في دولة اللي بيجي بعدها ماضي بسيط؟ When. طب واحد يقول له since، يقول له لا، ده since يبقى التاني مضارع تام مش ماضي تام، يبقى نعلم على رقم B. 14، he is based for the company 14 years، يا ريت تحط لي خط تحت كلمة 14 years before they made him the manager، يعني بيقول يا جماعة هو كان بيعمل في الشركة 10 سنين قبل ما يخلوه المدير. طيب يبقى هنقول ايه يا جماعه؟ had been working لرقم دي، لان اصلا كلمه فور بتدل على الاستمرار، يعني بتدل على had been الفعل المضاف له اي ان جي. 15، as soon as she is best out of bed she got dressed، يعني بمجرد ما نزلت من على السرير او لبست على طول. يبقى as soon as بيجي بعدها ايه؟ ماضي تام. ماضي تام يعني ايه؟ يعني had وتصرف تاء الفعل، يبقى ناخد رقم سي. I spaced the bike for long when it broke، خلي بالك انا ما كنتش بستخدم العجله لفتره طويله عندما اتعطلت. طيب يبقى هنا عندنا كلمه for long، يعني for بعدها مده، يبقى تدل على الاستمرار، يبقى hadn't been using اللي رقم ايه. 17، mother spaced علي that he spaced to do the shopping after school، يعني بنقول ان الام ذكرت علي ان هو وعد انه يعمل التسوق بعد الايه؟ بعد المدرسه. فينا فعلين، عمل التسوق تمام او عمل الوعد تمام، وفي فعل اللي هو ذكره، مين فيهم اللي هيكون الاول؟ لا طب عمل الوعد، يبقى اذا هناخد رقم دي لا ريمايندد وهاد ايه وهاد بروميس. 18، وين اي تشيك ماي تشينج، يعني عندما فحصت الباقي. اي ريلايزد، يعني ادركت ذا سيلر سبيس ميتين باوندز تو ماتش، يعني أدركت إن البائع أعطاني 10 جنيهات زيادة. يبقى خلي بالك هنا في فعل أقدم من فعل، وكمان أنا جاي لك حاجة كمان، لما يبقى الجملة فيها ثلاث أفعال، شجت حط لي تحتيه خط ماضي بسيط، realized ماضي بسيط، واللي هنختاره
لو الجملة فيها 3 أفعال، 2 ماضي بسيط و3 ماضي تام. وقلت لك أصلا إن بعد الفعل realized و recognized و found out و knew بنختار أصلا ماضي تام، يبقى ناخد رقم C اللي هي had given. 19 سامي سبيس somewhere to live when his friend offered him a room. يبقى سامي قد وجد بالفعل مكان ليعيش فيه عندما صديقه عرض عليه حجرة. يبقى العرض كان أقدم منه، إن سامي قد وجد بالفعل حجرة، يبقى هنا يبقى الأقدم حدوث الماضي تام، يبقى هناخد had already found. 20 why did no one tell me that my glasses، يعني ليه ما حدش قال لي إن نظارتي مالها حطمت. يبقى تحطم النظارة ده إيه؟ أقدم حدوثا من إن ما فيش حد قال لي، يبقى ناخد رقم إيه اللي had smashed. 21 did you know that their plans، يعني هل عرفت ان الخطط بتاعتهم ايه؟ غيرت ولا غيرت؟ يعني اتغيرت، يعني معنى كده مبنيه للايه؟ مبنيه للمجهول، صح؟ يبقى المجهول في الماضي التام بيتكون من ايه؟ من had been وصرف تلات الفعل، وبالتالي ناخد رقم دي had been changing. 22 I left home before I realized. خلي بالك ادي left ماضي بسيط و realized ماضي بسيط، تلاتة تحط الخطوط تحتيهم، وانا قلت لكم لو كان في الجمله 3 افعال، 2 ماضي بسيط والتالت ماضي تام، وبالتالي هناخد رقم C اللي had forgotten my mobile phone. 23 why is bathe the bathroom before you took a bath، يعني ليه حضرتك ما نظفتش الحمام قبل ما تاخد ايه bath اللي هو الحمام. يبقى احنا هناخد ايه يا جماعه هنا before، جه بعدها ماضي بسيط، يبقى التاني هيبقى ايه ماضي تام، يبقى هنقول hadn't you cleaned اللي رقم B. 24 ماهر was very rude، رود يعني وقح، to كريم considering يعني ضعف الاعتبار، he spaced him for a few days يعني هو عارفه بس لمده ايام قليله. مش انا قلت لحضراتكم ان كلمه الفعل نو الفعل نو دي من افعال ايه؟ من افعال الادراك، والافعال الادراك دي ايه؟ ما ينفعش نحط لها اي ان جي ونستخدم البديل بتاع الماضي التام المستمر هو ايه؟ الماضي التام. يبقى ناخد رقم A اللي had only known. 25 أحمد looks very tired، يعني أحمد يبدو متعب. بعد إذن حضراتكم حط لي خط تحت looks. looks دي إيه؟ مضارع بسيط. يبقى المفروض المضارع البسيط ده بينتم مع مين؟ مع المضارع اللي زيه. ما في حاجة اسمها قاعدة التناسب، مع المضارع نجيب مضارع ومع الماضي نجيب ماضي. يبقى ناخد رقم C he has been working on the garden for a long time لفترة طويلة. 26 علا سبيس هارد بيفور هير اكزامز سو شي ديد ويل، يعني علا كانت بتذاكر كويس قبل الامتحان ولذلك ادت بشكل كويس. خلي بال حضرتك هنا بيفور ذا اكزامز اهو، يبقى معنى كده ان الفعل كان مستمرا في الماضي، كان مستمر يعني في اي ان جي، يبقى هاد بين ستادينج اللي رقم ايه. 27 اي ديدنت سند ذا ريبورت، لم ارسل التقرير انتل، يبقى ماضي بسيط منفي تل انتل، ها ماضي تام مثبت، يبقى رقم دي had revised it. 28 as soon as I heard of my friend's success I spaced him، يعني بمجرد ما سمعت من عن نجاح صاحبي انا هنأته. مش as soon as، لو جه بعدها ماضي بسيط التاني يبقى ايه؟ ماضي بسيط زيه، يبقى congratulated اللي رقم دي. 29 my brother spaced short stories for 3 years before he published them، حط لي خط تحت فور 3 years. مش كلمة فور زائد مدة بتدل على الاستمرار؟ ايوه. طالما بتدل على الاستمرار يبقى هناخد اللي فيه ايه؟ رد عليه، يبقى هناخد اللي فيه اي ان جي، يبقى هناخد had been writing. 30 the match space when I reached the stadium I missed the exciting start، يعني المباراة قد بدأت عندما وصلت للاستاد انا فاتتني البداية المثيرة. بص يا سيد الفاضل، مش ريتشد ماضي بسيط وميزد ماضي بسيط، وانا قلت لك لو الجمله فيها 3 افعال 2 ماضي بسيط يبقى التالت ايه؟ رد علي، التالت يبقى ماضي تام، يبقى رقم بي اللي هاد بي جون. 31 which of the following is structurally correct، يعني مين في دولة اللي قواعديا سليمه. once I have heard the good news I contacted احمد او contacted عادل. بالله عليك هي have heard مش مضارع تام؟ ينفع مع المضارع التام نجيب ماضي بسيط؟ لا. Once I heard the good news I had contacted عادل. بالله عليك الرابط يجي بعدين ماضي بسيط، يعني معنى بمجرد ما سمعت الأخبار اتصلت بعادل أقدم، يعني تيجي ازاي طيب؟ ما هي الماضي التام أقدم حدوثا.
اللي بعديها once I had been hearing the good news. لا اصلا ده هيرد بتحط لها ان جي I contacted عادل برضه دي كده مش مظبوطه لكن الايه الاخرانيه once I had heard the good news I contacted عادل يعني بمجرد ما سمعت الاخبار الجيده اتصلت بمين؟ اتصلت بعادل. بيج 83 صفحة 83 نمبر 16 هيز بيس هيز ورك بيفور يو كيم يعني هو انهى عمله قبل ما تاتي صح؟ بيفور هنا جه بعدها ماضي بسيط يبقى الثاني هيبقى ايه؟ هيبقى ماضي تام يبقى هاد فينيشد. واحد يقول لي يا استاذ ما ينفعش هاد بين فينيشنج المعنى ما يقوليش كده هو انهى عمله قبل ما انت تاتي. 17 هيز بيس فور 30 ييرز هنا لقيت فور وبعدها مده زمنيه يبقى هنفكر على طول في اللي فيه اي ان جي. وين هي فاينلي جيف ات اب هنا وين جي بعدها ماضي بسيط يبقى الثاني هيبقى ايه؟ هيبقى ماضي تام مستمر يبقى ناخد هاد بين سموكينج اللي هي رقم ايه؟ 18 تامر از بيس اول هيز اكزامز باي 5 كلوك يسترداي. احنا قلنا باي زائد مده في الماضي بتدل على الماضي التام، باي زائد مده في الماضي تحط لي تحتها خط بتدل على الماضي التام يعني بتدل على هاد وتصريف ذات الفاعل وبالتالي ناخد رقم بي اللي هو هاد فينيش. 19 زي سبيس فور ان اور بيفور ذا ترين ارايف يعني هم بيتدربوا ها او هم بينتظروا سوري بقالهم ساعه قبل ما القطار ما يصل يبقى هنا فور زائد مده دل على ايه؟ على الاستمرار يبقى ناخد هاد بين ويتنج اللي رقم سي. 20 بيفور ستارتنج تو ايت يعني قبل البدايه في الاكل هي سبيس داون ذا تيبل يعني اعد الترابيزه هنا أعد قبل بداية الأكل يبقى هنا ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي البسيط يبقى هاد ليت اللي رقم دي. 21 What had he been doing when the accident happened يعني ماذا كان يفعل عندما الحادثة حدثت احنا قلنا كان زائد مضارع دايما نجيب اللي فيه ing يبقى رقم بي لا been doing. 22 His base my name so I reminded him يعني هو نسى اسمي ولذلك انا ذكرته يبقى في هنا فعل اقدم من فعل اللي هو نسيان اقدم من التذكير يبقى had forgotten اللي رقم ايه. 23 we space for 12 hours when he woke us up بص for 12 hours دي دل على الاستمرار يبقى بالتالي هناخد had been sleeping لان انا لما بنلاقي 4 زائد مدة بناخد ايه ماضي تام مستمر يبقى had been sleeping اللي رقم C. 24 it was 1 o'clock and the dog from the next door is based for 2 hours يعني الكلب كان بينبح بقاله ساعتين احنا اتفقنا على ان 4 زائد مدة بتدل على الاستمرار وبالتالي هناخد had been barking اللي رقم D. 25 I knew that my uncle is based a new car أنا أعلم إن عمي اشترى سيارة جديدة يبقى had bought لأن هنا إيه يا جماعة الماضي التام أقدم حدوثا من الماضي البسيط. 26 we based for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom يعني إحنا كنا بنبحث عن الخاتم بقالنا ساعتين يبقى for 2 hours دي دل على الاستمرار وبالتالي هناخد الـ ING لـ had been looking. 27 the weather was worse last year than I expected it to be يعني الطقس كان أسوأ مما توقعت يبقى التوقع ده ايه أقدم حدوثا من إن الطقس كان سيء يبقى had expected اللي رقم ايه. 28 he evidently يعني بوضوح his shoes for long, very long time يعني وقت طويل زي were worn out worn out يعني ممزقة يبقى had been wearing اللي رقم دي لأن كلمة فور زائد مدة بتدل على الاستمرار يعني بتدل على في ايه؟ ING. 29 his base a camel before he came to see you يعني عايز نقول ايه يا جماعة؟ لم يسبق له أن ركب جمل أو رأى جمل قبل ما يأتي إلى سيوة. يبقى هنا ايه؟ before جه بعدها ماضي بسيط يبقى التاني هيبقى ايه؟ ماضي تام يبقى رقم دي had never seen. 30 last Sunday الأحد الماضي we space out of the house يعني عزلنا من البيت where we space for 5 years كلمة 4 5 years دي بتدل على ايه على الاستمرار وبالتالي ناخد رقم C moved had been living. ربنا يا رب يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ واجعلكم موفقين وتحقق لكم كل اللي اتمناه قلبكم وفقكم الله واعانكم.